أمي طلعت طلعنا خالي، بعدين دخلت طلعت أخواتي وهي راحت. يعني أمي وأختي ما تدري صغيرة ما عندها 5 سنين أصلا، شو جابوا القاعة؟ يعني ليش ما حاطين إطفاية فوق؟ يعني ليش بس هاني؟ أمي طلعت بس بعدين هي دخلت. أمي طلعت بعدين رجعت؟ دخلت عمود أختي قالت خاف، ما كنا موجودين، ما شافتنا من هي، ما شفناهم آخر مرة، آخر مرة شفناها بالقاعة وبس. انت شنو وعدتي ماما؟ وعدت امي اصيرك دخنة، هي اللي قالت لي لازم اصير. يا شوق وديني.